صباح الورد والفل والحب والسعادة. النهاردة حلقة مبهجة مليانة بهجة، وطبعا كتير من البيوت المصرية الأيام دي فيها فرحة وبهجة، وده بسبب ظهور نتيجة الثانوية العامة شبح البيوت المصرية كلها. أحب أقول لكل طالب عمل اللي عليه واجتهد ألف مبروك ومزيد من التفوق، وأحب أشكر وأقول لكل أم وكل أب تعب مع ولاده ألف مبروك لأولادكم، وربنا يفرح قلبكم بيهم. صباح الخير، صباح النور على جميع مشاهدينا الكرام. أكيد زي ما في بيوت كتيرة بيعمها الفرحة، في بيوت كتيرة عمها الحزن. أنا مش عايزك تزعل، أنا عايزك إن أنت تاخد بالك السنة الجاية عشان خاطر إن ربنا يوفقك، وتعرف إن دي نقطة مهمة جدا في حياتك. كل إجابة بتجاوبها هي مش أكتر من طريق لحياتك، بتحدد شخصيتك، بتحدد هويتك، هي نقطة فاصلة في حياتك. فيا رب إن شاء الله بإذن الله يكون في توفيق ليك السنة الجاية، وربنا يكرمك وكون من أوائل الجمهورية. فاصل ونرجع تاني إن شاء الله. دفعتنا النهارده هي الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة الأزهرية. رغم إن الثانوية العامة موادها صعبة وموادها كتير، بس هو ربنا كرمها وجابت جميع الدرجات النهائية في المواد كلها. هي شرف للمحافظة الغربية وشرف لبلدها. إن شاء الله بإذن الله نتمنى لها كل التوفيق. دفعتنا النهارده الأستاذة ندى حامي. بنرحب بيك يا فندم معانا. أهلا بيك يا سيدي. وألف ألف مبروك ليك. الله يبارك في حضرتك. النهاردة هقول لبنت قرية إخنواي وبنت بلدي محافظة الغربية ألف مبروك، ودايما في تفوق وازدهار. شرفتينا وشرفتي بلدنا، وانتي شرف لمصر كلها، وتستحقي كل حاجة حلوة. ألف مبروك ليك يا ندى، ومنوراني أستاذة هانم والدة ندى. منورنا كلنا. قوليلنا يا ندى بقى في الأول كده، انتي حاسة بإيه وانتي الأولى على الجمهورية؟ والله هو احساس مختلف عن اي احساس حسيته قبل كده. انا لغايه دلوقتي مخضوضه، مش حاسه ان الكلام ده حقيقي، يعني كانه حلم. فرحانه جدا ان انا يعني حققت اللي انا كنت بتمناه. انا يعني ما كانتش على بالي اصلا، كان حاجه عاليه قوي، ما كنتش اقدر ان انا اقول ان انا عايزه اطلع الاولى على الجمهوريه. يعني انت ما كنتيش هدفك انك لا انا هطلع الاولى على الجمهوريه؟ ما كانش هدف بالنسبه لي. انا بالنسبه لي الهدف هو ان انا اجيب مثلا مجموع الطب، هو ده الهدف، ان انا ادخل كليه الطب، لكن مش الاولى على الجمهوريه. لا، ما كنتيش متوقعه ان انت تبقى الاولى على الجمهوريه؟ لا ابدا، والله ما كنتش متوقعه ان انا اطلع الاولى على الجمهوريه دي خالص، كانت بعيده خالص عن امالي. يعني دي حاجه كبيره اصلا انا اللي انا كنت عايزاه، بس الحمد لله. يعني انا لغايه دلوقتي متوتره، بس الحمد لله حاسه بالفخر. يعني انت فخر لينا كلنا. كنت بتذاكري كام ساعه يعني هدف اليوم؟ كنت بذاكر اكيد كان ليكي طقوس معينه بتعمليها، يعني مثلا وقت معين، عدد ساعات معين. كنت بذاكر من الساعة 6 الصبح، ده قبل فترة كورونا طبعا. كنت بذاكر من الساعة 6 الصبح لغاية الساعة 2، وباخد فترات راحة يعني متقطعة كده، نص ساعة ساعة بالكتير ما بين في الوقت ده، يعني حوالي 6-7 ساعات. بعد كده كان بيبقى ورايا دروس، فكنت بروح الدروس وبعد كده اروح انام واصحى تاني واعيد نفس الكرة تاني، وده استمر من اول 8 لغاية 15-3. جت 15-3 بفعل أزمة كورونا، كل حاجة وقفت، يعني مدارس ودروس وكل حاجة، فكنت بعتمد على نفسي. بتحب تذاكر الصبح؟ فترة الصبح بالنسبة لي أنا شخصيا كنت بحب أذاكر الصبح. وبحس إن أنا دروس ولا معتمد على المدرسة بس؟ كنت باخد دروس. بالنسبة لي أنا كنت بحب أذاكر الصبح، بحس إن أنا بحصل كتير في الفترة دي. لكن في طالب تاني بيحب يذاكر بالليل، أنا عندي زمايلي كانوا بيحبوا يذاكروا بالليل، وفي عندي زمايلي كانوا بيحبوا يذاكروا يعني بيناموا النهار كله ويقوموا بالليل خالص. أنا كنت كده وأنا في ثانوية عامة، ما كنتش بعرف كده خالص. أنا أصلا قولي لي يا ندى، أنت أزهر. الأزهر غير الثانوية العامة خالص، مواد كتير جدا. طريقة مذاكرتك إيه؟ يعني كل واحد ليه طريقة، وبعدين أنا عارفة
ان انت كنتي الاولى في الاعداديه ومتكرمه من محافظ الغربيه السابق في 2016، فما شاء الله انت متفوقه في كل المراحل. الهيستوري بتاع تاريخها ما شاء الله، معاها 20 شهاده بره ما شاء الله، ما شاء الله عليها. طريقتك ايه في المذاكره؟ بتذاكري ازاي؟ يعني مثلا انا وانا في ثانويه عامه كنت بذاكر، كنت احب انا الخص حاجتي بنفسي بايدي، اذاكر كتابه. قولي لنا طريقه مذاكرتك ازاي؟ والله هو بتختلف من ماده لماده عامه. في مواد زي مثلا ماده الفيزياء، دي طبعا بالنسبه لاي طالب في ثانويه ازهريه او عامه دي يعني اهم ماده اساسا، وبنخاف كلنا منها ومعتبرينها هي دي اللي ممكن توقعنا اساسا، وانا عن نفسي كنت خايفه منها برضه. بالنسبه لجبتي فيها الدرجه النهائيه برضه؟ الحمد هي لله، هي مجموعها 100%. كل المواد ما شاء الله الدرجه النهائيه. الحمد لله، الحمد لله. بالنسبه للماده دي انا كنت الحاجات اللي اخدها في الدرس او حتى اللي اذاكرها مع نفسي بروح اعيدها شرح تاني، شرح مش حتى مذاكره، شرح. بقرا الكتاب بتاني وباتقان، يعني عشان بيبقى فيه ساعات معلومات ما بين السطور فما بيعرفهاش ساعات برضو غير الطالب نفسه. هو الطالب نفسه بيبقى يعرف ايه المعلومه اللي ممكن تفيده وايه المعلومه اللي ممكن ما تفيدوش، ساعات المدرس ما بيقولش عليها. يعني تاهت منه في وسط الحصه ما لحقش يقولها كده، فانا لازم ان انا اراجع الدرس تاني شرح لنفسي. ساعات كنت بعمل ريكورد للمدرس وهو بيشرح واروح اعيده تاني، يعني اللي هو عشان انا مثلا في حاجه وقعت مني، في حاجه معينه، ساعات كان بتبقى في حاجات كتير تتشرح لي 10 مرات وانساها برضه واروح اسال فيها تاني، فكنت بعمل الريكورد ده عشان يفكرني. في مواد تانية كنت احب اذاكر زي الشرح والعربي عندنا في الازهر. انا من النوع يعني اللي هو بحب اخطط قوي بالقلم تحت الكلمه، انا كنت ساعات بزرق الكتاب كله بالحبر والله، اخطط كتير، كل خط بيبقى مره انا قرات الكلمه، انا بقرا الكلمه 10-20 مره لغايه ما تثبت في دماغي، بدحها بمعنى اصح. ما شاء الله عليكي، ما احنا معانا يعني دحيحه مصر الاولى النهارده. ما شاء الله عليكي. مين كان ليه دور مؤثر في نجاحك يا ندى بعد ربنا؟ طبعا احنا سمعنا، انا عارف طبعا ان والدك متوفي. الله يرحمه. متوفي بقاله كام سنه؟ بقاله 18 سنه انا متوفي وانا عندي 4 شهور. الله يرحمه. اكيد مامتك تعبت معاكي وكان ليها دور كبير معاكي. طبعا. احكي لنا كده حاجه بقى، قايمه بدورين مع بعض، اب وام. طبعا. ده صعب، صعب جدا. احكي لنا حاجه، اتكلمي. كنت متوقع بنتك ان هي ما شاء الله كانت تجيب الدرجه النهائيه في كل المواد؟ هي كانت شاطره من الاول. من الاول؟ من الاول خالص. وعندها هدف، هي ما شافتش ابوها. هي قالت يا ماما، وشايفين انا تعبانه، قالت لي يا ماما انا مش عايزه اعيش مرحلتك او اعيش اللي انت هو بصراحه الحاجه ما كانتش عايزه تطلع عشان كان صوتها مفحوح جدا، واحنا اللي قلقانين ان هي تطلع معانا. قال لي ما فيها خالص، انت تتكرم زي ما بنتها بتتكرم، هي تتكرم لانها قامت بدور كبير جدا مع بنتها. لا هي ام مثاليه. طبعا، ربنا يخليها. طبعا. يعني بجد فاحنا صرينا ان هي تطلع معانا فعلا مجهود. يعني احنا معانا دلوقتي صوره الاب على الشاشه، الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. اكيد فرحان بيكي يا ندى دلوقتي. اكيد طبعا. احكي لنا حاجه كده، احكي لنا. هو كان مدرس رياضه وكل اللي كان يعرفه، وطبعا بيتحكى لي عنه ان هو كان نبغى، كان برضه فائق الذكاء، حتى كل اللي قابلني يقول لي دي جينات، هي كده جينات وراثيه وجايباها من بره. الهندسه وراثيه فعلا. كانوا بيحكوا لي عنه حاجات، ان هو كمان كان عمل ابحاث وفي حاجات في مجاله اللي هي الرياضه وكده، وكان حابب يقدمها بس هي يمكن الظروف الماديه ساعتها ما كانتش سامحه. صحيح. وهو توفى قبل ما يقدمها. ده حقيقي. ضاعت مني البحوث دي لغايه دلوقتي مش لاقيها. كنت محافظه لها عليها بس ضاعت. كان عامل ارقام محدش يعرف يحلها غيره. ما شاء الله. خالص. كان نبغى في مجال يعني الرياضه. يعني دي وراثه. ده حقيقي. ده وراثه. هي هندسه وراثيه. هو كان ليه في كل حاجه. هندسه وراثيه. انت بقى طبعا الازهر بيدرس علمي علوم، يعني ما فيهوش علمي علوم وعلم رياضه. ما شاء الله، الله هو اكبر. كام؟ الله هو اكبر. 17 ماده. الثانويه العامه بتبقى كام ماده؟ الفرق بينهم 7 مواد، انتوا 17 ماده. هو درس كله. انا بقول لك يعني الثانويه العامه. طب انت نفسك طب ولا هندسه؟ هم 7. طب. يعني بس طب. طب. بصي انا هقول لك، انا ليا في كل حاجه. يعني طب انا عايزه اعرف من يوم النتيجه ما ظهرت لحد النهارده، ايه اللي حصل لك؟ تكريمات؟ مين كلمك بارك لك؟ في اي منحه من اي جامعه؟ والله هو لغايه دلوقتي مفيش اي تكريم او اي منحه،
انا ما تلقيتش اخبار عن اي حاجه بخصوص الحاجات دي، حتى كانوا نازلين على الفيس وكده ان في تكريم يوم الاربعاء، انا نفسي ما اعرفش حاجه عنه، ما تلقيتش اتصال ولا اي حاجه. بس لا هو بس هنكرم السيد المحافظ ان شاء الله باذن الله، كنت قاعد مع مديريه مكتبه وقالت هيبقى في تكريم ليكو التلات او الاربعاء، وهو كان المفروض بصراحه ان هو كان يعمل مداخله معانا النهارده، بس هو اللي عنده اربع وزراء في زياره للغربيه، فانا بصراحه انا اشفقت عليه، بس هو وعد ان هو ان شاء الله باذن الله هيبقى ليكو استضافه وهيكرمكم ان شاء الله. انا عارف ان انت نزلتي بوست على صفحه كبيره في طنطا وكنت بتتمني ان هو يكرمك، وده هيحصل ان شاء الله، وده هيحصل ان شاء الله باذن الله، لان انت تستاهلي فعلا ان انت تتكرمي. نموذج ومامتك هي نموذج ما شاء الله، يعني ام مثاليه، وانت شرف لمصر كلها وازهريه. احنا ليه مش مهتمين بالازهر؟ انا مش عارفه، بس فعلا كتير كله مهتم ثانويه عامه، مع ان دي اصعب واكتر من الثانويه العامه. احق ان اي جامعه خاصه كبيره محترمه تطلع لها منحه، ده لازم، ده اقل حقها، ده اقل حقها، اقل حق ليكي فعلا. فعلا كنت بتمنى ان ادرس في الجامعه الالمانيه، ده حلم من زمان. طيب يعني قلت لي ان في مشكله، اصل في مشكله ان الازهر ما بيسمحش بالجامعه الالمانيه، لان الجامعه الالمانيه طبعا جامعه اوروبيه مختلطه، فالازهر ليه قواعد طبعا، ليه تقاليد. انا عارفه انه شيء بعيد وصعب، بس ما فيش حاجه مستحيله بيتهيألي يعني، ولو احنا عايزين نعمل هنعمل. تحبي تقولي لهم ايه؟ تحبي تقولي ايه؟ والله انا بناشد فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر بان انا عايزه ادرس في الجامعه الالمانيه، لان طبعا انا ناويه ادخل طب، فالطب في الجامعه الالمانيه متقدم، انا عايزه ادرس حاجه عاليه عشان اكون على مستوى عالي واخدم البلد، ده اللي انا كنت عايزاه من الاول. انت جميله يا ندى، وشرف ما للبلد شاء كلها، ويا ريت اي حد بيشوفنا فعلا البنت دي تستحق ان كلنا ندعمها، لانها شرف لمصر وشرف لينا، وهي بتحاول انها تبقى حاجه، يبقى احنا كمان لازم نساعدها ان هي فعلا تبقى حاجه، وتبقى حاجه كبيره وشرف لمصر كلها. كنت ما قدرتش مع عمتها قبل ما نطلع الحلقه، فقالت لي الكلام لفت نظري جدا، يعني ان هي اول ما نجحت في الاعداديه، صح؟ ان شاء الله. كان في الاعداديه، كان في الاعداديه، انت قلت لها نقدم لك تمريض، تمريض لان كان جايبه مجموعه، وقلت لها عشان نوفر التكاليف ونوفر الحاجات دي كان كلها، قلت لها نوفر التكاليف والمصاريف عليا، لان كان ده هيبقى عليا. كان في تصميم منها ان هي تخش طب. قالت لي انا عايزك تقولي لي الكلمتين اللي هي قالتهم لك. قالت لي يا ماما انت تحبي تشوفيني ممرضه ولا تحبي تشوفيني دكتوره؟ لا، قالت لك تحبي تشوفيني ممرضه شايله الشنطه للدكتوره، شايله الشنطه للدكتوره، ولا تحبي تشوفيني انا ممرضه شايلاني انا الشنطه؟ قلت لها لا طبعا احب اشوف الدكتور. قالت لي طب اوقفي جنبي. قلت لها انا هعمل اللي هقدر عليه، واقف جنبك واوصلك اللي انت عايزاه. انت عندك هدف، عندك هدف، عندها تارجت وعايزه توصل له، ومن صغرها ومن صغرها انت فعلا هتبقي حاجه كبيره. عارفه ان انا اقدر، هو الواحد لما بيبقى مقدر قيمه نفسه وعارف قدراته متهيألي المفروض ما يضيعش. لا يعني تخيلي يا استاذه بوسي ان دي هي 100%. انا بقول لك تخيلي ان هي في ثالثه اعدادي، يعني لسه الفكر ما اتكونش بنسبه 100%، وعايزه تبقى حاجه، وبتقول لمامتها كلمتين كويسين جدا، يعني انا عايزاني اشيل الشنطه للدكتوره ولا ابقى انا الدكتوره لما امرهم، يعني حاجه احنا نفتخر بيكي بصراحه. والله يا دكتوره ندى انا كمان محافظه الغربيه دلوقتي. بلد العظماء. طبعا يعني انت ان شاء الله هتبقي من عظماء الغربيه، مع ان والله اي حد بيشوفنا ويقدر انه يدعم ندى في اي حاجه لازم كلنا ندعمها، لان مصر فعلا فيها نماذج مشرفه كتير، وفيها شباب كتير احنا مش بنبقى حاسين، بس ما حدش سبورت في ظهره، يعني ما فيش حد سبورت دعم في ظهره. هي محتاجه فرصه، لكن هي قادره تعمل. على فكره في نماذج كتيره جدا في مصر، بس ما فيش سبورت، ما فيش دعم ليهم بالظبط، فدي مشكله احنا اصلا. انا انصدمت بصراحه، لان كنت متخيله ان حد هيشجعها عليا ووصلت له وفي ظروفها دي. طبعا يعني ظروفنا كانت تعبانه وهي عايزه تبقى حاجه، تخيلت. انا كان عندي امل بصراحه ان فضلت، كنت حاسه ان هي تبقى الاولى على الجمهوريه. ايه ده، هو انا كان الشيخ ما حدش كلمها من الازهر بارك لها؟ كلمونا بس ما هي، قالوا هنتواصل معاكم تاني، بس ما فيش خبر. وصلنا عن طريق الشيخ الازهر بنفسه، هو اللي يعني الشيخ الازهر كلمك؟ كلمنا قبل ما النتيجه تبان خالص، وهو اللي بارك لي على الخبر ده، ربنا يبارك له. بس لغايه دلوقتي ما فيش تكريم برضه.
كان نفسي اشوفه. قالوا لي في المكالمه ان هم هيكرموك. قالوا لي ووعدوني كمان بعمره ليا انا والوالده لما ابوب العمره تفتح ان شاء الله. قولي 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 فقولي اللي في نفسك. من حقك ان انت تكرمي، من حقك ان انت تكوني نموذج يحتذي بيه الطلبه اللي جايين دفعه 2021. فقولي. والله هو بس تلقيت المكالمه منه في غضون الساعه 2:30 يوم الاربعاء، وهو اللي قال لي ان انا طلعت الاولى على الجمهوريه، وبارك لي وبارك للوالده يا طبعا لفته كويسه منه. بس كملي كملي. ووعدنا بعمره لي انا والوالده اول ما بابا العمره تفتح، عشان يعني دلوقتي مقفوله يعني. بس كان بقاله قد ايه الكلام ده؟ من يوم الاربعاء. اكيد برضو الظروف ان البلد فيها السفر والحاجات دي، فممكن يكون في بس ان شاء الله هينفذوا وعدهم ليكي ان شاء الله. ده اقل حاجه تتقدم. تنصحي ايه الطلبه؟ تنصحيهم تقول لهم ايه؟ اول حاجه الطلبه اللي هم داخلين ثانويه عامه دفعه 2021 تنصحيهم بايه؟ اول حاجه خلوا علاقتكم بربنا كويسه، ثقوا فيه وثقوا بقدرته، لان هو يقدر يوصلكم لمكانة عالية لو ان شاء الله يعني لو هو عايز. وطبعا برضو للي انتوا بتقدموه له، هو هيديكم الايمان اللي جواك والارادة بانك انت عايز تكون حد احسن وتوصل لمكانة عالية. مش متمسك بالمجتمع اللي انت عايش فيه، وزي ما بيقولوا عيش اهليكم. مش صح المبدأ ده. انا اعلى واعلي اهلي معايا واعلي بلدي كمان معايا. حافظ على بر الوالدين، عشان هم اللي هيدعوا لك، ودعاهم هو اللي هيوصلك للي انت عايزه. حد جميل قوي يا نادر. قوي بصراحه. انا معجبه بكلامها جدا. معجب بشخصيتك جدا جدا وفكرك. انت كام سنه؟ 18 سنه. ما شاء الله العمر كله ليكي. بس دماغك اكبر من 18 سنه ما شاء الله. ما شاء الله عليكي، ربنا يحميك يا نادر. ربنا يخليك. حتى بعيدا عن تفوقك الدراسي، انت متفوقه اخلاقيا وفكريا. شكرا. اكيد ده اكيد ده اكيد ده بدليل ان هي لو ما كانتش متفوقه اخلاقيا. وطبعا اللي تستاهل تتكرم في اللي هي فيه ده كله والدتها طبعا. لان دي تربيتك وده الفضل ليكي. واذا كان في حد هيتكرم بدليل الاب والام، فحضرتك اللي فعلا. عشان كده احنا صممنا تكوني موجوده. تقولي صوتك بقى منبوع. صوتك مش موجود. لا انت لازم تكوني موجوده. ربنا يخليك. لازم تفرحي ببنتك، ولازم نكرمك ونشكرك على الهواء قدام الناس كلها. انا فرحانه، بس انا حاسه ان ندى ما حدش ده حقها، لانها تعبت وانا تعبت، فعايزاها تاخد حقها ان شاء الله باذن الله. ده انا كان نفسي اصلا الرئيس نفسه زي ما كرم بتوع التربيه والتعليم يكرمها بظروفها دي، عايزه تتكرم. انا كان نفسي اشوفه واسلم عليه، كان نفسي اقول لك كتر خيرك، انت طلعت لنا واحده تفيد البلد. هو حاليا جانا اتصال. انا نفسي لو الساده المشاهدين جانا اتصال من مشيخه الازهر بيأكدوا على وعد التكريم لندى، ودي حاجه جميله جدا ما شاء الله ان هم بيسمعوكي بيتفرجوا عليكي دلوقتي وسمعوا صوتك، وجالنا اتصال منهم وان شاء الله باذن الله هينفذوا وعدهم في التكريم. هم اكدوا لي ان شاء الله. ويا ريت كلنا نوصل رساله ندى ووالده ندى. بعد الحلقه هتتكرم من شيخ الازهر، ده حاجه جميله قوي. طب ده اخبار حلوه. اتصلوا وقالوا ان هم هيكرموكي بعد الحلقه بشيخ الازهر. وانتي تستاهلي يا ندى، ربنا يخليك. طيب قبل ما ننهي بقى، عايزاكي كده تقولي لي ايه تخطيطك لحياتك الجايه؟ هدفك ايه؟ هل هتدخلي الطب وتبقي دكتوره بس، ولا انت عايزه دكتوراه وماجستير؟ بصي، وانا من اصلا اللي بحب العلم. انا مش عايزه اتجوز واقعد زي اي بنت. انت جدع. عايزه اكمل. انا رايي كده برضه. عايزه اكمل، انا شايفه ان انا اقدر اكمل. انا عندي القدره. انا عندي القدره اللي تخليني اقدر اكمل وما بزهقش. اصلا ما بزهقش من اي معلومه جديده مهما كانت. ناويه ان شاء الله بعد ما اخلص كليه الطب، سواء كانت في الجامعه الالمانيه بناء على رغبتي او في جامعه الازهر، وده برضه شرف كبير ان انا ادرس في جامعه الازهر. انا كنت عايزه اقول لك كده، لو ما جاتش الجامعه الالمانيه
لا والله انا مش هزعل، مفيش احباط، دي كانت زعل. امنيه كده بس يعني لا بس لو ما جاتش عشان برضو انا مش زعلانه والله، انا مش زعلانه، احنا ما نزعلش بالعكس، احنا بنكون فرحانين برضو. احنا في طب الازهر اللي انت في كليه طبعا. عريقه جدا طبعا طبعا طبعا، شرف كبير والله ان انا هي بتحب الازهر اصلا. طبعا ما أيوه. اكيد اكيد انا عايز اقول لك ان انا حاولت انقلها اكتر من مره من الازهر للمدارس، ما كانش يا فندم جابت الدرجات دي لو ما كانتش هي حابه مجال الازهر، وهي ما رضيتش قالت لي انا حابه الازهر اكتر من مره. انا انتمائي ليه في يعني الابتدائي وفي الاعدادي؟ انا اللي اخترت ان انا اكمل في الازهر بالرغم ان انا كنت عارفه ان مواده اصعب ومواده اكتر. هي حباه؟ انا حباه، حابه سلوكيات وحابه اخلاق وحابه الازهر بيقوم الطالب فعلا. هو يمكن الازهر السبب في اخلاق اللي انت بتقول عليها دي، يمكن الازهر هو السبب فيها. احنا بندرس القران، بندرس مواد شرعيه، بندرس مواد عربيه. ما شاء الله عليك، انا بجد انا متشرفه بيكي، انا فخور بيها، وانتي شرف ليا، انا فخور بيها بصراحه، وانتي انا مبسوطه بيكي، انتي بنت بلدي وانا متشرفه بيكي، عشان كده انا فخور بيها، والغربيه كلها متشرفه بيكي، ومصر كلها متشرفه بيكي، وبشكركم انكم كنتوا معايا النهارده في الاستوديو ونورتونا. بس قبل ما ننهي الفقره بتاعتنا، في هديه بسيطه مقدمه من اسره البرنامج ليكم. متشكرين قوي حبايبي، متشكرين قوي. انا هستاذنك، ده درع، درع القناه ودرع البرنامج، شهاده تقدير ليكي، ودي اقل حاجه احنا بنقدمها لك. ربنا يخليك. نجي الاستاذه بوسي عاملها لك، اتفضلي استاذه بوسي. هديه بسيطه نديها لك. شكرا جدا، ربنا يخليك، الف مبروك ليكي. ربنا يخليك، بنشكركم على الوقت الجميل ده، ورب تكونوا فعلا استمتعتوا معانا. الله يخليك، فعلا استمتعنا. تكون فقرتنا وكفايه احنا شفناكم، ربنا يخليك كده. تكون فقرتنا انتهت، نطلع فاصل واستنونا في فقره جديده بعد الفاصل.